طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون الكاتب والسيناريست الاستاذ عبد الرحيم كمال. استاذ عبد الرحيم تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك، مساء الخير. مساء النور. انا هبدا من الجمله الاخيره اللي وجهها ليك سياده الرئيس في المداخله الهاتفيه، اما قال ان الكره دلوقتي في ملعبك، ايه اللي بتفكر فيه في الفتره اللي جايه بعد مداخله الرئيس وازاي انت استقبلتها؟ انا سعيد جدا، مش بس عشان فكره التكريم والشرف، فكره القياده السياسيه تكلمني وتدعم الفن، لا انا سعيد كفنان في القياده السياسيه وسمع منها مباشره انها بتدعم الفن وبتدعم الاعمال الفنيه العظيمه وعايزه تعمل فن حلو وواقفه ورا ده كلمه مطمئن وجميل ليا كمواطن وكمواطن في الفن، ويخليني ابذل كل ما فيها ان انا اقدم حاجه على قد المسؤوليه دي انا وغيري من زمايلي. مصر مليانه مواهب، مصر مليانه ناس محترمه عايزه تقدم حاجات كتيره، الرساله دي مطمئنه وعظيمه وتفتح الابواب عشان نقدم حاجه لينا والاجيال اللي جايه لبلد تستحق كده، لانها من اول قياده سياسيه حريصه على الفن وفاهمه قيمته وفاهمه دوره، فانا في منتهى السعاده. رساله المسؤوليه اللي وجهها ليك سياده الرئيس خلال المداخله دي، ان يعني اي حد بيتابع المداخله من كلام سياده الرئيس يشعر كده ان هو بيحملك المسؤوليه، مسؤوليه الوعي، الوعي اللي هو من خلال القوة الناعمة اللي بتدخل أي بيت مصري من خلال الدراما سواء كانت السينمائية أو التلفزيونية. إزاي أنت يعني حاسس بالمسؤولية دي بعد هذه المداخلة وهذه المكالمة؟ ده صحيح، مسؤولية الكاتب ومسؤولية أي حد بيمارس مهنة الكتابة والفن عموما في مصر مسؤولية كبيرة جدا. حراس الحكاية، وحراس الحكاية دي من حاجة مهنة مقدسة على فكرة، إزاي نقدم الحكاية بنسمة ولشعبنا بشكل محترم حقيقي، فن وبصدق وبحرفيه ووعي. ده مهم، دي مسؤوليه احنا قدها ومسؤوليه عظيمه ومسؤوليه تستحق. اخترناها من الاول، من اول ما الواحد قرر انه يمارس في الكتابه، وزاد تاكيد اختياري النهارده لما سياده الرئيس قال لي ان احنا نعمل ده. دي حاجه عظيمه جدا، لا بلد كبيره وبلد ليها رئيس عنده رؤيه حريص على الفن، يبقى احنا كلنا انا وغيري لازم نبذل اقصى جهدنا ان احنا نقدم الحكايه اللي تقدم نفس الخطوه لقدام. دي مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، ويا رب ازعم ان احنا قدها، ان مهنه الكتابه في مصر دي قديمه جدا أكيد. من الاف السنين، فاكيد هتبقى جزء ولو صغير من اجزاء كثيره جدا غير كل المجالات بيقدمها، زي ما في الجيش المصري العظيم، زي ما في الشرطه المصريه، في كمان الفنانين المصريين العظماء. ايه اكتر جمله استوقفتك يعني خلال هذه المداخله مع الرئيس؟ دقته وامانته وصدقه لما بيقول على تجديد الخطاب الروحي، لما كنا بنتكلم مع الاستاذ عزه فبقول لها تجديد الخطاب الروحي قبل تجديد الخطاب الديني، فيبقى منتبه بدقه وامانه وصدق الحوار اللي احنا قلناه من نص ساعه، ويقول ان عاجبه، ويقول انه بيدعمه، ويقول ان ده كلام مهم. ده معناه انه مش مجرد رئيس بس، لا حد مهم في التاريخ، حد واعي بدوره، حد واعي بقيمه البلد اللي هو رئيس ليها، حد يستحق الاحلام اللي احنا بنحلمها معاه. فده طمئني جدا جدا جدا. الرئيس مداخله الرئيس وكلامه مع حضرتك نور لك كده خط يعني تقدر يكون بدايه فكره جديده للوعي الروحي او الوعي الديني في اي عمل احنا هنشوفه لحضرتك الفتره اللي جايه؟ هو اكد لي ونور على حاجات موجوده من الاول، بس عارفه لما تلاقي ده اعمل ده، التقدير مهم. افكارك بتقال لك لا قولي واعمليها وكده. انا طول عمري بدعم تجديد الخطاب الديني من الخواجة عبد القادر لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، لكن لا، لما تبقى من القياده السياسيه يتقال قول وطلع اللي جواك واعمل، دي حاجه عظيمه جدا. دي الفنان مش عايز اكتر من كده على فكره، التقدير الادبي والثقه في الفنان المصري هي اعظم تكريم. انا النهارده كاني خدت جايزه من 100 مليون مصري عمرهم 7000 سنه. واضح من صوت حضرتك ومن طريقة تعبيرك، يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحيم كمال الكاتب والسيناريست على هذه المداخلة.